لا مو احنا انتوا ليش حاطين جوركم من جورنا؟ مو جور، هذا 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 دين. زين اذا ما جاوبتني، الحجاب فرض؟ طبعا نعم فرض، فرض الله سبحانه وتعالى انزله من سبع سماوات، كما الزم الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، يعني فرض على زوجة النبي وعلى بنت النبي وعلى نساء المؤمنين، يعني فرض قرآني، فرض قرآني أنزله الله سبحانه وتعالى من سبع سماوات، تشريع لا بد عليها أن نؤمن به وندين إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النص. سيقولون الحجاب يتم فرضه فقط عن النساء، زين أنا بس أريد أشوف شغلة واحدة، هو اللباس الإسلام حاليا حضرتك لا فقط لأن حضرتك مدني متمدن وكل بالمدارس يلبسون كله نصر الدين ويلبسون البرمودا ويلبسون اشكال الوان، ليش ما يلزموهم يقولوا لهم تعالوا لبسوا رداء المسلمين اللي هو غطاء الراس واللي هي العباءه او الجبه مثل ما لابسها الاستاذ هنا الشيخ رجل الدين، ليش يتم خلي يقولون احنا مجتمع ذكوري يقولون اه احنا مسلمين، يعني يقول المراه احنا كرمناها واحنا نسواننا زين، ترى نسواننا دا تنضرب ونسواننا دا تنهان ونسواننا دا ياخذون حقوقهم، وانا ما قاعد اشوف والله يعني حضره مع احترام للشيخ. في سؤال رئيسي بنين قبل لا احول على الشيخ حتى يرد على حضرتك، انت انفرض عليك الحجاب في يوم ما وهذا اللي ادى بيك الى انه استغنيتي عنه ما تمسكتي به؟ مو بس اني ومجتمعات كامله، اغلب البنات حاليا طيب لو اكو مجال اعرض لك لوني بالاستديو اعرض لك رسائل بنات جامعه ما يردون يذبون الحجاب، لا يردون يذبون عبايه يقولون هاي العبايه درجه حراره 50 يا ظالمين، والعبايه الجورجيه الخفيفه محرميها، لازم عبايه الجورجيه الثقيله ووزنها كلش ثقيل وتلبس وياها ربطه وتلبس وياها جرابات، هاي 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 اشياء مغوليه لان سابقا بغداد ومحافظات ما كانت هيك. طيب خلينا ننتقل الى الشيخ الدكتور عدائي الغريري، تعليقك دكتور، حضرتك رجل الدين اللي موجود ويانا هنا ممكن ترد على اي تفصيله. هو المساله هي المساله ليست كيفيه، اكو حريات لكن الحريات المقيده، انا بامكاني انا هسه الان مستضيفني انت كرجل دين، انا هسه اقدر اجي لابس برمودا ولا لابس شفقه، بس ما تقدر تقدم لي برجل دين. انا لازم اجي اكو فد لباس يميزني. انت الان لابس قاط وربطه يجوز ما تقدر تلبس تراك سويد وتطلع للاعلام. اكو اشياء تفرضها عليك المهنه. واكو اشياء يفرضها عليك الشرع ويفرضها عليك الدين. يعني احنا الان يعني فاطمه الزهراء سلام الله عليها يعني هي كانت سافره. الان الاخت انا ما اعرف هل هي نصرانيه؟ إذا كانت بنين الياس لا مسلمة حسب ما نعرف، إذا كانت مسلمة أو كذا وإذا كانت مسيحية ومع احتراماتنا، أنا أقول لها الآن راجع وأنت الآن على الهواء والله شوفي لي صور السيدة مريم العذراء سافرة ولا لابسة حجاب، هسه الآن شوفيها خلي شوفيها ليش ترجعنا؟ لا يا ما أنا ما جا أرجعك قبل ألف قرن أنت ترجعني، أنا بنت أنا ما بنتي أنا ما مانعك تروحين للكلية بنتي، أنا ما مانعك تروحين، أنا ما مانعك يا بنتي أنا بنتي أنا ما مانعك تروحين للكلية بنين، بس خلينا نسمع، أنا ما مانعك تروحين للكلية وما مانعك تمارسين كل حياتك، ما مانعك من التوظيف، أنا ما مانعك من التوظيف، أنا لو متخلف أنا قعدتك بس دقيقة ليش ما تلزم الزلم تقولهم لبسوا لباس الإسلام؟ ليش بس على النساء ولباس الإسلام؟ وإحنا أنتوا ليش حاطين جوركم مو قرة؟ هذا دين. طيب هذا شرع الله سبحانه وتعالى، هنالك هذا دين انت تريدين تؤمنين بي؟ انا ما جابرك بنتي يا بنتي، انا ما جاي اجبرك عزيزي، انت فمن شاف اليوم ومن شاف اليكفر، انا ما جاي ابرك بنين، احنا بهالحاله ما يعني ما ممكن اثنينكم تحجون، المشاهد ما راح يسمع حتى اي واحد من عندكم، يعني هو الاخوات يفهمان انه احنا لازم الصياط وجان نجلد بالناس كرجال الدين ونجلد بالناس ومكرهين الناس بالدين، والله اولا الدين محبه، الدين متسامح، الدين هو جاء لحفظ يعني كيان الانسان، يحفظ كرامه الانسان، اما بالنسبه للحجاب بدنا نتكلم به، مثل ما الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المراه، الله فرض عليه عن اللحيه، مو بس انا رجل الدين، انت المقدم والاخ المصور هسه ما يشوف الجمهور،
لازم هو علي يسوي اللحيه. ليش 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 ما تفرضوا؟ ليش ما تفرضوا؟ انا جاي اقول ليش ما تفرضوا؟ انا هسه ليش ما تعنسون؟ اسمع انا ليش ما تفرضوا قصري؟ اسمع انا ليش ما تفرضوا؟ ليش ما تفرضوا؟ انا جاي اقول لك هسه انا رحت اقول لك هسه اعطيني مجال واحس بها عليه. اللحيه واجب على الرجال، اللحيه من سنن المرسلين، اللحيه واجبه على الرجل واثم الرجل. اسمعي بابا، اسمعي بنتي، اسمعي، حالق اللحيه اثم، حالق اللحيه اثم، حالق اللحيه اثم. الرجل الدين ولا كان غير رجل الدين؟ احنا الله سبحانه وتعالى انا ميزني عنك، انا عندي لحيه وانت ما عندك لحيه، الله سبحانه وتعالى عليم. أنا ليش عندنا لحية؟ وكل حالق لحية فهو آثم. نعم. هذه 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 صور الصحابة، صور آل بيت رسول الله الكل. هذا هذا وحتى الأنبياء الذين سبقونا قال يا ابن أمة لا تأخذ من لحيتي ولا برأسي، وأنا هم اللحية ترى والله مضايق من عتها وأمشطها ولازم أخلي دهن ولازم كذا، ومرات تقوم تحكني ومرات تسوي حساسية، والله أنا هم أقدر والله ولا أزينها أريح، وهم بعد ما حد يعرفني هم بالشارع، ولا ناس أنا باللحية وهم يصحوا لي أنت إرهابي، وبعدين والله والله أضيع. بالعكس والله يا بنت والله بالعكس على البنات. انا اقدر بس الشيخ من فضلك خلينا نسمع رايها. نعم تحجبوها حتى تزوجوها. بابا احنا حاليا يا ابويا احنا حاليا بال 2022 تحجب بنيه بعمر 8 سنوات حتى تزوجها بالتسعه وبالعشره وتعقد بها وما عرفتش ما تسويها يا عزلم؟ واكو زلم لو تحايرين بس بالنسوان يعني بنين. هذا الموضوع له علاقه بالحجاب تقصدين؟ دا تريدين تربطيه بالحجاب؟ له علاقه بالحجاب. له علاقه بالحجاب. ماكو فرض على الرداء الاسلامي على الولد، اكو على النسوان.